يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كنت أتابع المؤذن ذات مرة، فلما انتهى قلت مباشرة اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، فقال لي أحد الإخوة إنني أقول اللهم صل على محمد ثم أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، هل هذا صحيح؟ هذا هو الصواب، نعم. بعدما يفرغ المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، نعم.